أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دان رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له فجر اليوم موقع للجيش في محلة عرمان شمال لبنان، وحيى الرئيس عون الشهيدين اللذين سقطا في الاعتداء، منوها بتصديهما مع رفاق لهما لمنفذ الاعتداء. إلى ذلك تابع رئيس الجمهورية التطورات الأمنية التي حصلت في منطقة وادي خالد بالأمس، منوها بالإنجاز الأمني الذي حققته قوى الأمن الداخلي في مواجهة المجموعة الإرهابية التي تسللت إلى المنطقة عبر الحدود السورية وتمكنت من القضاء على أفرادها وملاحقة آخرين. أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه إنجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان. اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أنه مع اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب أصبحت البلاد أمام أخطار متعددة، ليس أقلها غياب حكومة تقود عملية إنقاذ البلاد وملاقاة المؤتمرات الدولية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وأكد في عظة الأحد أن بكركي تحرص على أن تبقى فرنسا مشكورة على مساندة لبنان، فإننا حفاظا على الأركان الثلاثة ندعو إلى عدم تخصيص أي حقيبة وزارية لأي فريق أو حزب أو طائفة أو مذهب بشكل دائم، بل إلى اتباع قاعدة المداورة الديمقراطية، فلا يمكن الاعتداد بعرف أو التفرد بخلق أعراف من دون توافق ومن دون اعتراف الآخرين بها. وأضاف: وفي كل حال مهما اختلف اللبنانيون يجب أن تبقى لغة الحوار أقوى من أي لغة أخرى. أصدر المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر بيانا جاء فيه أن النائب جبران باسيل مصاب بفيروس الكورونا وقد استكمل كل الفحوصات اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا. لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم مؤخرا، إذ لا يمكن الاتصال بهم إفراديا، وللاعتذار منهم أيضا لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك. إن النائب باسيل سيحجر نفسه لحين تغلبه على الفيروس وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفرة. يشكر النائب باسيل مسبقا كل من يرغب الاطمئنان عليه وهو لا يريد أن يزعج أحدا، ويؤكد أنه بحالة صحية جيدة وسيلتقي الكثيرين إلكترونيا، ويتمنى على كل اللبنانيين الالتزام بوسائل الحماية والعلاج من الكورونا وأخذ الأمر على محمل الجد لما لهذا الفيروس من قدرة فتاكة على ضرب المجتمع وشله. رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون سيتحدث عن الوضع السياسي في لبنان خلال مؤتمر صحفي سيعقده اليوم عند الساعة 7 مساء بتوقيت بيروت في قصر الإليزيه. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.